بشارة أن دعاء الصائم مستجاب. متى يكون دعاؤه؟ هل هو عند الفطر فقط؟ البعض يعتقد أن الدعاء في الصيام أو في رمضان إنما هو قبيل الإفطار، هذا موضع من مواضع الإجابة، لكن أبشرك أن في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، تأمل معي، الصائم حتى يفطر. الله أكبر، إذن الوقت طويل. نعم أبشرك، من يوم أن يؤذن صلاة الفجر فتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة إلى أن يؤذن صلاة المغرب، هذا الوقت كله دعاؤك فيه لا يرد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. الدعاء لا يرد، والذي يخبرك أنه لا يرد هو الذي سيرفع عملك ويفتح أبواب السماء لدعائك، إنه الله. لذلك أنا أدعو نفسي وإياكم أن هذه النسمة الجميلة من نسائم رحمة الرحمن سبحانه أن نستغلها فور أن ينتهي الإنسان من طعامه، ينطلق في دعائه. أدعو في صلاة الفجر في انتظارها الشمس أن ترتفع قيد رمح، وأنت في الصلاة وقبيل الصلاة وبعيد الصلاة، وأنت سائر إلى الصلاة، وأنت قبل أن تقرأ القرآن وبعد ختام القرآن، انطلق في الدعاء لا ترد دعوتك. الثاني من مواطن الإجابة في رمضان أيضا هو عند الفطر، فإنها للصائم دعوة عند فطره لا ترد. اللهم لك الحمد. ومتى يكون؟ قبل أكل التمرة، الفترة التي تجلس تنتظر فيها الإفطار، هذا الوقت كله حتى بعد الإفطار، هذا الوقت كله. يعني لو كنت تنتظر الإفطار ربع ساعة قبل الأذان المغرب وأنت تأكل ربع ساعة بعد المغرب، عندك نصف ساعة كلها وقت إجابة. اللهم لك الحمد. لا تنشغل كثيرا بالأكل والشرب ونداءات تعال هنا قرب هذا، لا تنشغل في هذه الساعة إلا بأن تدعو. وإذا دعوت فأشرك عباد الله المؤمنين في أركان الأرض بالرحمة، ادعو للموتى، للمرضى، للمهموم، للمغموم، للمديون، ادعو للضال بالهداية، فإن دعاءك لغيرك من المسلمين مستجاب. المكان الثالث في الدعاء في رمضان خاصة وهو في كل العام كله هو قبيل السحر، الثلث الأخير من الليل، أودع فيه دعاء. استيقظ لأكل هذه الأكلة المباركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ثم أكثر من الدعاء يا رب يا رب. اللي أخبرنا أن هذه مواطن إجابة، وعدنا أنه سيقبل دعاءنا. أبشروا وأملوا